بتاعتي. فهمت؟ اللي صار اليوم بوادر مش خايبة بعد الضغط اللي عملوه سواء رفاق الشهيد شوقي بالعيد، سواء النواب أعضاء من النواب اللي جاوا حضروا، سواء هيئة الدفاع اللي كانت كفيفة واحدة، وهذا ينتج الضغط هذا جاء بعد اكتشاف الكثير من التلاعب، الكثير من التدليس، الكثير من محاولة إخفاء الوثائق في الملف. القضية عندها جزء ثاني موجود في التحقيق في القطب القضائي المتعلق بالإرهاب، وصدر قرار نهار 14 أفريل 2016 معناها مؤخرا في ختم الأبحاث بطريقة مشبوهة. استنفناه طبعا القرار هذا ومنشور في دائرة اتهام جلسته أمس. الدائرة 34 اتهام في محكمة استئناف، قررت تأخير القضية اللي طلبنا نهار 14 جويلة القادم، ولا يمكن الفصل في القضية هذه المنشورة اليوم في الدائرة الجنائية الخامسة إلا ما يصدر القرار النهائي والبات في الجزء الثاني المتعلق بالتحقيق الموجود في الاتهام، وبالتالي طلبنا واضح اللي هو التأخير. كي باش نستينوا القرار ما من البديهي أنا ناخذ نسخة منه باش نجم نناقشه نشوف روحي نستينه ولا ما نستينفش، ما ناخذوش القرار بطريقة مخالفة للقانون تماما. موقف خلال قضية التحقيق وهو غايب يروح يختم الابحاث ويمشي يسافر للخارج ويعطي تعليمات كتبته، ما تعطيش حتى نسخه من القرار للناس هذم اللي احنا اطراف في القضيه ومن حقنا. بغرابه شديده حاجات غريبه قاعده تصير، تحقيقات منقوصه، معناها شبهات كبيره تحوم حول القاضي هذا. طلبنا لا احنا طلبنا تاخير القضيه هذه الانتظار حتى تتم المعضله والمشكله اللي عندنا مع التحقيق في الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي هو اهم الجزء الاول لانه فيه الاشخاص اللي احنا حشنا بهم بالاساس اللي هما لي كومونديتير دو كريم، لي كومونديتير دو كريم معناها الناس اللي راه الجريمه.